أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت الولايات المتحدة تدمير 20% من الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد خلال الضربات الصاروخية الأسبوع الماضي، والتي شنتها رداً على الهجوم الكيميائي على خان شيخون في سوريا. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن نظام الأسد فقد القدرة على إعادة التسلح في قاعدة الإشعارات الجوية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مكالمة هاتفية إن هناك فرصة الآن لإقناع روسيا بأن تتخلى عن دعمها لنظام الأسد، وقال الزعيمان إن التحالف مع الأسد لم يعد يخدم مصالح موسكو الاستراتيجية. حذرت الولايات المتحدة نظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن معاودة النظام استخدام الكيميائي من شأنه أن يؤدي إلى رد من الجيش الأمريكي. أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى استعادة القوات الأمنية العراقية حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. مصادر عسكرية عراقية أكدت أن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم الحيين وأوقع خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف داعش. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه محاولات القوات العراقية في اقتحام مسجد النوري الذي ألقى منه زعيم داعش خطبته قبل أعوام. قتلت قوات الأمن المصرية 7 مسلحين ممن يعتقد في انتمائهم إلى داعش في محافظة أسيوط جنوب البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن الأشخاص 7 كانوا مطلوبين في قضية أمن دولة عليا، وقتلوا خلال عملية دهم في مخبأ لهم بمنطقة جبلية في محافظة أسيوط. أعرب ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للدور الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب وتنظيماته التي سعت إلى استغلال الظروف السياسية للانتشار في ليبيا. واستقبل ولي عهد أبو ظبي حفتر وبحث الطرفان التنسيق المشترك بين البلدين. أعلنت الجمارك الماليزية إحباط عملية تهريب لقرون وحيد القرن في مطار كوالالمبور الدولي، وعثر على 18 قرنا بوزن 51 كيلوغراما وتقدر قيمتها ب3 ملايين دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.